حقنا للمرأة الفلسطينية فعلاً الصمود الذي هي فيه والثبات الذي هي فيه. نحن طبعاً نشد على أيديكم، نحن معكم، نحن واقفين، نحن مثابرين وصامدين في هذه القضية، وسنقف إلى جانب أخواتنا المجاهدات في فلسطين بكل ما أعطانا الله من القوة. سنجدد طبعاً وقوفنا في هذه الفعاليات للإحياء القضية نفسها في نفوس العالم كامل. ما أثبتته المرأة طبعاً في فلسطين شيء طبعاً يفوق الخيال ويفوق قدرة تحمل المرأة، الأم، الأخت كذا، لكنها فعلاً أثبتت جدارة لم يسبق لها مثيل. رسالتنا لهم أن معكم وقضيتنا قضيتكم، وليست قضية إنسانية فقط، وإن كان هذا جانب تفاعلت له كل الدول الأجنبية وغير المسلمة، لكن قضيتنا أيضا قضية دين وقضية عقيدة ونصرة من جانب الأخوة أيضا. بالنسبة للمرأة الفلسطينية أشدد عليها بضرورة التوثيق ورصد الانتهاكات الحاصلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ما يخص النساء والأطفال الذين يتمتعون بحقوق كثيرة كفلها لهم القانون الدولي الإنساني. رسالتنا للمقاومة الفلسطينية وللشعب اللي في غزة وفلسطين عموما، للشعب الفلسطيني بشكل عام، أننا معهم بأرواحنا وقلوبنا. نحن رغم أننا نشعر أننا خذلناهم، نحن أيضا مخذولين مكتفين، فما لا نستطيع الله أن نقولنا. نحن نعيش معهم في كل لحظات أمل وألم، ليس من اليوم. نحن ربينا من نعومة أظافرنا، ونحن بين الألم والأمل. ما زلنا نتذكر محمد الدرة، نتذكر ياسر عرفات وهو يحمل غصن الزيتون باحثا عن السلام، نتذكر أبو جهاد، نتذكر أطفال الانتفاضة الفلسطينية، أطفال الحجارة، نتذكر المآسي الشعب الفلسطيني وتضحياته.